عن المرأة والقانون والمجتمع. اليوم ونحن نرى كيف تلقى المرأة أخيراً الاهتمام الذي تستحقه، وكيف يرعى رئيس الدولة بنفسه إصدار قانون عادل ينصفها ويحمي أسرتها. الواقع بدون رتوش مع المحامية الكبيرة منى ذو الفقار. لماذا نحن نتعثر دائماً فيما يخص القوانين الخاصة بالمرأة؟ عشان ثقافة المجتمع بتاخد خطوة قد كده للأمام راح يردنها الورد. هل الشريعة الإسلامية بتمنع العدل عن المرأة؟ طبعاً لا. طبعاً لا. عن المرأة والقانون وعن المجتمع المدني ودور النخبة المثقفة في العمل الاجتماعي حديثنا اليوم من مصر. حديث العرب من مصر غداً 7 مساءً على قناة مصر الأولى.